السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا في النواحي ديال القريه السياحيه زكزل. احنا كنتواجدوا يعني داخل واحد الجنان ديال المزاح، فاكهه الزعرور. وبالمناسبه فاكهه الزعرور يعني راها قريبه توجد، ما بقى والو، يعني غادي تجي يمكن في النص ديال شهر رمضان. نخليكم مع هذا المقطع ديال الفيديو وفرجه ممتعه اخوتي. ها هو المزاح، هذا كاع الجر ديال المزاح. الله يا رب، هاد المنطقه هذه معروفه بالمزاح، فاكهه الزعرور. الكالم هنا، الهدوء. نصوركم واحد الكهف، واحد ماشي كهف، بحال المغاره غير صغيره. كنت دخلت لها واحد النهار، راني بارطاجيتها معكم في واحد الفيديو. هادي راه كنا دخلنا لها المره اللي فاتت. هادي كامله مزاح، تبارك الله ما شاء الله. والمزاح ديال هاد المنطقه راه معروف، يعني المزاح ديال هاد البلاصه هادي يعني الحجم ديالو كبير، ويعني المذاق يعني المذاق حلو. دروك حنا في المنطقة ديال زكزل، وكاين المزاح يعني كاع في هاد المناطق، مناطق ربوزت النواحي. هذا كامل مزاح، هذا الورق ديال المزاح طايح في الارض. مع هاد الشتا التاليه مخير، غادي تنفع دي تعاون يعني الفلاحه ديال هاد المنطقه هادي. هاد الشتا التاليه يعني نفعت كاع هاد الجهه هادي، وكاع الفلاحه كاع بصفه عامه في مدينه بركان وفي الجهه الشرقيه كاع. هاد السواقي ديال الماء كيتسقى، يفوت لهادي ومن تما يهود لهادي، تيوا اشكال من هنا. هاهو يمزح، هذا عاد صغير شوية، بصح الأغلبية راه بدا يكبر، بحال اللي يكون في الشجرة الفوق. المنطقة هذه غنية بفاكهة الزعرور المزاح. فرحنا في زكزل، المزاح على الجهة هنا. المزاح راه على الابواب، راه مبقى له والو يوجد. ها هو المزاح، عاودنا مع الطريق الخير ديال ربي تبارك الله. المزاح على كل جهه وطريق، الله يسخر لهم ولا يجيب لهم التيسير ان شاء الله.
هذا كامل مساحي. واحد الحركة راح كنتواجدو في تقرب وسط، احنا بالضبط في تقرب وسط. تقرب وسط عاد معروفة بالمزح.